في يوم. جدة. نعم، فهذه هي الصورة نشوفها مع بعض. نعم. وأثارت جدل كبير علشان ممكن إنك كنت ماسك إيدها. لا أقول لك قصة يا بنيتي. أنا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة. نعم. أنا عشت في مصر من 60 إلى 72. نعم. لي علاقات مع الأدباء والفنانين والمثقفين والمخرجين، وكنت مندوبا للإذاعة والتلفزيون، أجري لقاءات إلى جانب أنني شاركت في بعض الأعمال، فقريب جدا من الوسط الفني. فمرتبط. فأنا بالنسبة لها، شوف الطريقة، مش أنا اللي تصورت معها. نعم. هي اللي تصورت معها. صحيح. لكن غردت الحناجر الكارهة التي هي بينها وبين بعض المتأسلمين سياسيا مشاكل. يبدو أنها عندهم مشاكل معها. صحيح. كفنانة. نعم. عندما صورت معها ونزلت في وسائل التواصل، وإذا بي أخرج من دائرة الإيمان وأصبح غير مسلم. وأصبح ما أريد أن أقول لك هذا. نعم. الجدل الذي أثاروه، ليش فنانة سلمت عليه سلمت عليها. نعم. صورة طلعت، أين المشكلة؟ غردوا بكراهتهم التي لن تنتهي طبعاً. ضد البشرية جمعاء. نعم. هؤلاء لا يحبون أحد ويعتقدون أن مفاتيح الجنة بأيديهم. من يرتضون عنه هو سيرحب به رضوان ويدخله إلى الجنة، ومن يكرهونه لن يدخل إلى. يا جماعة يا جماعة، الله جل وتبارك قالها بصريح العبارة، يحب العباد الصالحين. من أنتم حتى تستطيعون تصنفون البشر، هذا يصلح وهذا لا يصلح؟ صحيح. نرجع دائما نقول دكتور، نتيجة لأني سلمت أو سلمت علي. صحيح. فضل. صحيح. نرجع نقول إن في هناك أصوات كثيرة يعني تحارب أشخاص وتنتقد بشكل خلينا نقول عشوائي، لنتخطى هذه